ذلك في السوق، دعاء السوق. من دخل إلى السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف سيئة، غيكتب لك الله مليون حسنة ويغفر لك مليون سيئة، حيت السوق موطن غفلة. بعد ما داخله كيقلب ياك ما كاين شي هاوته تمايا، ها هو مقابل لك راس، واش دخلت السلعه ولا كاع تبيع وشريك، موطن غفله باش يبقى الانسان في السوق ويغض بصره ويذكر الله ويتاجر التجاره الحلال وما يوقعش في الربا وما يوقعش في الغش ويبيع السلعه نقيه. شوف واحد صاحبي تيقول لك بايعته الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، حتى في البيع والشراء. انا بغيت ديك غنشريه بدرهم، ما غنبيع النص ب 40، داكشي باش بغيت نشري واش غنبيع؟ شو هذه التجاره كي دايره؟ رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. ما معنى سمحا اذا باع؟ انا هذا السيد هذا محتاج هذا الكاس، بغى الكاس، ماشي انا حيت عرفتو بغى الكاس غادي نطلع الثمن، ما كاينش انا عندي في تردد هذا الكاس بوحدي، ما كاين الكاس الا شاري انا ب5 دراهم، اعطاني هو 10 دراهم، لا لا ما مسلكش 30 درهم. اصبر ما راه بغاه، اصبر صبر. انا بغيت ما بغيتش الرحمه، من راح الى بغيت الرحمه ديال الله تساعد، كاين شويه ديال الربح بسم الله توكل على الله، كاينه شي بركه، ما كاينش تولد التحديد لكن تساعد، يسر على المعسر. والعكس ايامات العيد الكبير تتلقى شي واحد الكباش قلال والبشر كثير، شد شي مش شحال 90 80 120 ودير يا ما يهضر معاك ياك اودي لاباس. والعكس البهايم كثار ما كاين اللي يشري، كيجي عنده الكليان قلت 10000 سمحا اذا اشترى ما كايناش، ودي راه شريته ب 30 اعطيك 28 قنع ب 28 هو خاسر 2000 حتى لو بغيت تشري ما خصكش تضر هذاك البائع، عرفتي انت مزير هو مزير ما تضروش، شي حد هو محتاج الفلوس انت بغيت تذبحو. ما بغيتيش الرحمه، رحم الله. شو هذا الرحمه ديال الله في المجبانه في المحلبه في السوق، انت كاع ما كاين في المجي. رحم الله رجلا سمحا، ما معنى ماشي تبيع بالخطيه، يعني تسامح مع الناس، واحد ديتي معاه 100، واحد 200، واحد 400، واحد 300، واحد ما ندي معاه والو هاك سير الله يسخر، هذا كيخلص هذا وكتمشى الوقت. والعكس تالي بغيتي تشري، ماشي انت الراجل عرفتي عنده السلعه كثيره وبغى يفك وتتموت عليه تما، والله ما عندي والو، انت راه معمر جي وكتحلف. حتى شي المحق ديال البركه ما بقاتش، لان الناس ما بقاش يوم التراحم فيما بينهم. اذا وقت